أهلا بكم في نشرة تعليمية جديدة على قناة مدرستنا 3. البداية دائما تكون بأهم وأبرز العناوين. وزير التعليم يشهد افتتاح أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان بمدينة السادات الصناعية. حجازي: التعليم الفني هو قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر المهارات لسوق العمل. إجراءات عاجلة من التعليم لتأمين سرية أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام الباركود. توجيهات بعقد مؤتمر لعرض مشروعات طلاب مدارس ستيم للاستفادة من ابتكاراتهم وتنفيذها على أرض الواقع. وزير التعليم يشهد افتتاح أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان بمدينة السادات الصناعية. افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان بمدينة السادات الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي إلكتريك، وحسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان. تفقد الوزير فصول الأكاديمية والمعامل واستمع لشرح الطلاب حول الأجهزة المستخدمة لإجراء التجارب العملية للمناهج التي يتم دراستها والمهام التي يتم تنفيذها للحصول على نتائج الدراسة باستخدام أجهزة إلكترونية في معمل الإلكترونيات. كما شهد توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة السويدي إلكتريك وشركة بروميثون بهدف تدريب 24 طالب في مجال الصيانة الكهربائية لمدة 3 سنوات. وزير التعليم: التعليم الفني هو قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر المهارات لسوق العمل. أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني هو قاطرة الاقتصاد للدولة، موضحا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية توفر لسوق العمل ما يحتاجه من المهارات والجدارة والتميز. وأشار إلى أن هناك إقبالا كبيرا من الدول الأجنبية على الاستعانة بخريجي هذه المدارس، كما أن مدارس التعليم الفني تقوم بتقديم خدمات متميزة وإنتاج منتجات عالية الجودة بأسعار منافسة تساهم في رفع قيمة المنتجات المحلية. إجراءات مشددة لتأمين سرية أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية باستخدام الباركود. شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم على إجراءات ضمان تأمين وسرية أوراق الأسئلة في امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجها بضرورة مواصلة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات لمختلف المراحل، والتأكد من عدم حيازة الطالب أي أجهزة إلكترونية. هذا واستعرض الوزير خلال لقائه بقيادات التربية والتعليم ومدير الإدارات التعليمية بمحافظة الغربية الآليات المنظمة لامتحانات نهاية العام، مشددا على أهمية تحقيق التناغم والتعاون في تنفيذ كافة التوجيهات والإجراءات المتعلقة بضبط سير لجان امتحانات الثانوية العامة. انطلاق بطولة الجمهورية لألعاب القوى بمشاركة 2000 طالبة، والقاهرة والأسكندرية والغربية والقليوبية تحصد المراكز الأولى. نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس بنات بمختلف مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية بمشاركة 2000 طالبة من 18 محافظة، وحصدت محافظات القاهرة والأسكندرية والغربية والقليوبية على المراكز الأولى. وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن البطولة تستهدف إعداد أبطال في مختلف الرياضات لتمثيل مصر في المحافل الدولية، كما تقوم بتنمية ورعاية الطلاب الموهوبين والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب.
وزير التعليم يوجه بالإعداد لعقد مؤتمر لعرض مشروعات طلاب مدارس المتفوقين للاستفادة من ابتكاراتهم وتنفيذها على أرض الواقع. وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالإعداد لعقد مؤتمر للوزارة لعرض مشروعات الطلاب بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا على الوزارات المعنية للاستفادة منها ومناقشة إمكانية تبنيها وتنفيذها على أرض الواقع لمعالجة ومواجهة التحديات العلمية في مختلف المجالات. وفي إطار الخطوات التحضيرية لهذا المؤتمر، وجه الدكتور رضا حجازي بتجهيز قاعدة البيانات بنتائج الأبحاث الخاصة بهذه المشروعات تمهيدا للاستفادة منها في مختلف المجالات، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم تضع على رأس أولوياتها الاهتمام برعاية المبدعين والمبتكرين في جميع المجالات باعتبارهم الاستثمار الحقيقي لصنع مستقبل مشرق للدولة المصرية. معنا على الهاتف ملك ماجد أبو وادي، إحدى الطالبات المتفوقات بمدارس ستيم بالأسكندرية. برحب بك يا ملك على شاشة قناة مدرستنا 3. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا ملك. في البداية أولا تعرفيني، عايز بطاقة تعريفية ليك يا ملك، وبعد كده كلميني عن مشروعك اللي تقدمتي بيه في المسابقة العالمية آيصف والمقرر عقدها في أمريكا خلال مايو المقبل. في البداية أنا طالبة في مدرسة متفوقين بعلوم وتكنولوجيا. علي صوتك شوية يا ملك بقى، يعني احنا بنعرف نفسنا فنعلي صوتنا شوية. تمام. أنا طالبة في مدرسة ستيم اسكندرية في سنة أولى ثانوي. تمام. والبروجكت بتاعنا احنا تيم بروجكت، أنا وزميلتي مريم محمد القاضي. تمام. البروجكت بتاعنا اسمه كوانتم هيليكس دي ان اي ميز سولد، وهو عبارة عن سيستم جديد بنستعمله في علاج الكانسر. تمام. بنستعمله في علاج الكانسر خاصة الأورام في المراحل الأولى، عن طريق إن احنا بنحاول إن احنا نرجع السل اللي بدأ بيها الكانسر لحالتها الأصلية بدل إن احنا نستأصلها أو إن احنا ندمرها. عظيم. ملك يعني بصراحة كلام هايل، يعني أنت طالبة في الصف الأول الثانوي وانت وصديقتك مريم اذا كان الاسم صحيح بحثتوا عن حاجه تهم ليس المواطن المصري ولكن يعني الانسانيه جمه. انا بحييكي بجد على هذا الاختيار، وبحييكي على تفوقك، وبحييكي على ذهابك لامريكا في مايو المقبل، واتمنى ان انت طبعا وان شاء الله يعني كلنا ثقه فيكي ان انت تشرفينا مش بس هنا لا قدام العالم كله. خليني بقى اسالك عن لقائك مع الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم، توجيهاته ليكي في عقد المؤتمر لعرض مشروعاتكم بهدف الاستفاده منها وتنفيذها على ارض الواقع، هل اللقاء كان رسمي؟ كان أبوي وإنساني أكتر؟ يعني احكي لنا الحدوتة زي ما بيقولوا. طبعا المؤتمر كان ناجح جدا، والوزير فيه سيادة الوزير دكتور رضا حجازي طبعا دعم مشروعاتنا وأشاد بيها، وكان اقتراح المؤتمر إن احنا نرى فيه مشروعاتنا عشان نقدر إن احنا ننفذها، كان فكرة كويسة جدا وإحنا متحمسين لها جدا إن هي تطبق عشان نقدر إن احنا نعرف نوري مشروعاتنا للنور ونقدر ان احنا نمشي في اولى خطوات ان احنا نقدر ننفذها ونفيد بيها المجتمع ونعالج المرضى المحتاجين العلاج ده. تمام. نعم. هل في حاجه معينه قالها لك علمت معاكي زي ما بيقولوا كده خليتك يعني عندك طاقه او حماس اكتر؟ الوزير طبعا قال ان البروجكت كانت فكرته كويسه جدا وان هي حاجه جديده وتقدر ان هي تفيد المجتمع، فده خلانا ان احنا متحمسين اكتر ان احنا ندي اقصى ما عندنا عشان فعلا نقدر ان احنا نحقق حاجه نقدر ان احنا نطبقه ونفيد بيه المجتمع. ملك هننتظرك في نهايه مايو بعد رجوعك ان شاء الله، واحنا بنبارك لك وتكون موجوده كمان موجوده معانا في قناه مدرستنا ونحتفل بيكي. وعد. شكرا ليك يا ملك وبالتوفيق ان شاء الله، وننتظرك ان شاء الله عشان نبارك لك. إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف كيو اس العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2024. أشاد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف كيو اس العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2024 الذي يشمل ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم. وشهد التصنيف أيضا ظهور الجامعات في 38 تخصصا بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي.
ووجه الوزير خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة، وذلك للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كبرى التصنيفات العالمية. وصلنا لنهاية النشرة التعليمية على شاشة قناة مدرستنا 3. نشكر لكم طيب المتابعة. شكرا لكم، في أمان الله.